احنا متواجدين بالمعرض جايتكس افريكا اللي هو اول نسخه ديال جايتكس في المغرب، والحمد لله كيشرفنا ان هذا المعرض بحال هكا بهذه القيمه وبهذا الوزن يكون في المغرب في بلادنا اللي هي ديما سباقه لهذا النوع من التظاهرات بهذا الحجم هذا. وحنايا كنمثلوا شركه في تقنيه الاتصالات اللاسلكيه اللي هي تقنيه اتصالات الويفي اللي المقر ديالها في هونغ كونغ، ومن خلال المغرب كناخذوا كاع الدول الافريقيه والافريقيا زعما جنوب الصحراء والعالم العربي، دونك كاملين كنعطيهم التقنيه هذه وكنعاونوهم باش هما يكونوا على بوان تكنولوجي، يعني يكونوا سباقين في هذه النظم هذه ويكونوا زعما من الناس اللي كيستعملوا هذه التكنولوجيا هذه ويخدموا بها البلاد ديالهم. دونك الحمد لله في هذا المعرض هذا كنت شرفوا اننا نكونوا من الاطر المغاربه اللي كتساهم في هذا العمل هذا.